استنى استنى اما اخد لك صورة تذكارية. تصوري ايه؟ ودي منظر حاجة برضو تتصور. الله يجازي اللي كان السبب. هي ايه الحكاية بالظبط؟ ايه اللي حصل؟ ايوه عاوزين نعرف ايه اللي حصل. ابدا، واحد طلع اشاعة ان عمو حسن بيبيع بالمجان، فكله طلع يجري على هناك علشان يشتري. ببلاش؟ طبعا مالهمش حق، ناس ما بتفكرش بعقل. وانت ايه اللي خلاك تتعور كده؟ ما انا صدقت وعملت زيهم وحبيت اخد حاجات ببلاش من عمو حسن، وطلعت اجري اجري، وانا بجري وقعت اتكعورت اتعورت. هاي هاي هاي، هو مين اللي طلع الاشاعة الغريبة دي؟ انا عارف. لو يقع في ايدي يعني هتعمل له ايه؟ هاي 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 هاي، اعمل له ايه ايه؟ انا لو شفته هعمل فيه زي ما اتعمل فيا في زحمة عمو حسن كده. هاي 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 هاي. هو فين زيكا ده؟ عندك جوه. وريني هو فين. ادخل له يا اخي انا مش قادر. ماشي اما اشوف ايه الحكاية بالظبط. هو فين اللي اسمه زيكا ده؟ راح فين؟ تعال هنا يا استاذ. طب استخبى مني؟ فكرك يعني انك زوخت مني؟ ابدا ابدا يا عم حسن ابدا. اهلا وسهلا، اتفضل. قهوه شاي حاجه بارده نجيب ايه؟ محدش بارده الا انت وتصرفاتك يا استاذ. عامل لي مدير استوديو محترم وتضحك عليا انا؟ انا ضحكت عليك؟ ابدا، انا بعمل لك دعايه بشهرك. تعمل لي دعايه تقوم تكسر لي محلي وتخرب بيتي؟ انا هدفي خدمتك يا عم حسن، ايه اللي مزعلك بس؟ لا غيرش بس ان محلي كله اتكسر. يا ساتر ما تقولش كده، انا شفت عندك الزباين على بعضها. طب استنى 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 لما اوريك فيلم الدعايه الجديد بتاع المحل. انا لا عاوز فيلم ولا عاوز دعايه ولا عاوز اي حاجه مندي، انا عاوز فلوسي، عاوز تعويض على المحل اللي اتكسر وخرب بيتي. يا عم حسن يا عم حسن صبرك عليا شويه، دلوقتي انت طلبت نعمل لك دعايه ونشهرك ونشهر المحل مش كده؟ انا ما طلبتش، هاني هو اللي قال لي وقالها عليا. كويس قوي، وبعدين طلبته في فيلم دعايه مش كده؟ وانت جيتني وقلت لك وقلت لي خد الفلوس من هاني عشان ما فيش زباين صح؟ انت مشيت من هنا والزباين كبست على المحل من هنا، ما بقتش ملاحق. وده مش خير برضو، الزباين جات لك من كل حته. يا عم زباين ايه؟ دي ناس جايه تاخد الحاجه ببلاش. ببلاش؟ معقول؟ معقول في كده؟ لا لا لا، ما لهمش حق ما لهمش حق. انت بقى اللي قلت كده في الاعلان ولا ايه؟ الحمد لله الاعلان متسجل عندنا، تعال اوريهولك. تعال بقى، معقول اقول كلام زي ده؟ اقول كلام زي ده يا عم حسن؟ امال الناس دي كلها جات ازاي؟ ناموا وشافوا في المنام ان احنا بنبيع ببلاش، قام جم يفسروا الحلم على حسابي. والله اسالهم يا عم حسن، انما انا الحقيقه ماليش دعوه، انا غرضي كله انك تبقى مشهور. اسمع، دكانك دلوقتي بقى اشهر دكان في الحته صح ولا لا؟ اصهر دكان في الحته؟ قول اخرب دكان في الحته وانت الثاني. المهم الاعلان الجديد بقى هيعمل عمايل. بقول لك ايه، ولا اعلان ولا دياوله، وقف الحاجات دي كلها احسن والله، اروح ابلغ فيك البوليس، انت فاهم؟ بس يا ست دوبه، هو ده كل اللي حصل. وجاي لي انا ليه؟ عندك زيكا هو اللي اتفقت معاه. زيكا ده يا ست دوبه المدير العام بتاع الاستوديو، اما سيادتك فانت صاحبه الاستوديو وكل في الكل هنا. المحطه دي جابت لي وجع الدماغ، وزيكا مش ماشي كويس، انا هقفلها. ليه بس يا استهانم؟ ليه تقفليها؟ ده احنا بكره هنكسب منها قوي. طب وانا فلوسي فلوسي هنعمل فيها ايه؟ مين هيديها لي؟ انا قلت اجل ست دوبه طيبه وقلبها حنين يمكن تديني حقي. بس على شرط، انا تحت امرك، تسيب المحطه دي وترجع شغلك تاني. ما انا هجيب اعلانات ليكوا. انا مش عاوزه اعلانات. كفايه اللي حصل. هو حصل ايه؟ كفايه الله الشر. كفايه اللي انت قلتهولي، الكذب والغش دي اسوأ حاجه. الكذب ده عشان عم حسن
على فكرة هو كان عندي، ولما حكيت لي أنا مرضتش أقولك إن أنا اللي بعتل ديكا عشان ضحك عليه. وفلوس يا استدوبة هتاخدها، بس زي ما قلتلك طبت خلاص ومش هشتغل تاني مع اللي اسمه زيكا ده. أشوف وأحسها ضاعت خلاص، راحت خلاص، راحت خلاص. فين فين يا صاحبي أنت فين؟ يا عز صاحب رحت فين؟ فين فين يا صاحبي أنت فين؟ يا عز صاحب رحت فين؟ لا لعبة بتسليني ولا غنوة بتفرحني، لا لعبة بتسليني ولا غنوة بتفرحني. وحشاني زلمتك أنا أحضنها 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 وتمرجحني، أحضنها وتمرجحني. على فكرة أنا زعلان، على فكرة أنا زعلان، ومهما أشوت الكرة ومهما أجيب في جوان ومهما أقلب برافو كذيب واتفنان، ما بقتش أحس بفرحة حتى وأنا فرحان، ما بقتش أحس بفرحة حتى وأنا فرحان. فلفل يا صاحبي أنت فين؟ يا عز صاحب رحت فين؟ فلفل يا صاحبي أنت فين؟ يا عز صاحب رحت فين؟ مرسم دواير دواير ووش من غير عينين، مبقتشي عالرسم قادر كأني من غير ايدين، صاحبي العزيز ضاع مني ولا حد بيطمني، صاحبي العزيز ضاع مني ولا حد بيطمني. ويقول لي هتشوفه تاني، ويقول لي هتشوفه تاني. فلفل يا صاحبي انت فين؟ عز صاحب رحت فين؟ فلفل يا صاحبي انت فين؟ يا عز صاحب رحت فين؟ كتبي الجميلة رميتها، ما بقتش أروح ناحيتها، علشان حبيبي اللي بنبي ما بقتش شايفه جنبي، الأكل طعمه تغير وحتى طعم السكر، وحتى صاحبتي مرمر ما بقتش أزورها في بيتها، وحتى صاحبتي مرمر ما بقتش أزورها في بيتها. فلفل يا صاحبي أنت فين؟ عز صاحب رحت فين؟ يا صاحبي انت فين فين؟ يا عز صاحب رحت فين فين؟ يا صاحبي انت فين؟ يا عز صاحب رحت فين؟ فين يا صاحبي انت فين؟ يا عز صاحب رحت فين؟ فلفل يا صاحبي انت فين؟ يا عز صاحب رحت فين؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايه يا عم حسن؟ مالك يا عم حسن؟ اصل فلافين وحشني قوي يا زيكا. وانا كمان يا عم حسن. هو هيرجع امتى يا ابني؟ مش عارف يا عم حسن، اصل طول في السفر شويه. لا هو مش طول شويه بصراحه، ده طول شويتين. استنى بقى لما اوريك الاعلان الجديد.
سيداتي سادتي، المنظر اللي بتشوفوه ده، الزحمة دي أمام محلات حسن البقال بقالب العائلات، أحسن وأجمل الأصناف وكل الأصناف، الأسعار عادية جدا وأقل من العادي كمان. سيداتي سادتي، هذا هو محل البقالة المثالي، أحسن وأكبر محل بقالة في الحارة. كلنا نشجع محلات العائلات، محلات العائلات، محلات العائلات حسن البقال. ياه الزحمة دي كلها على المحل بتاعي؟ طبعا يا عم حسن طبعا. ايوه بس دي زباين مش بجد، زباين ما بتدفعش. مش مهم، المهم لما نزيع الاعلان ده بالشكل ده الناس هتقول يا ما هنا ويا ما هناك. ازاي بقى مش مهم؟ يعني هنضحك على الناس، هنغشهم؟ اه والفلوس اللي هتدفعها هتتعفي من الضرائب. فلوس؟ فلوس ايه؟ ايه؟ لا طب نأجل الكلام في الموضوع ده، نأجله بعدين. مش عارف ده في ايه؟ مين اللي بعته؟ ما عرفناش، هو كتب في الاستمارة صديق لمحطة فلافيلو. يبقى حاجة للمحطة ضروري. طب عاوزين نشوف فيها ايه؟ خلاص نفتحها ونشوف. او هيكون مقلب. يعني مقلب ايه؟ يعني مين يعني اللي هيعمل فينا مقلب؟ اي حد يكون متغاظ من المحطة بتاعتنا. محطة ايه يا عم؟ كل سنة وانت طيب بقى. لازم المحطة هترجع تشتغل بإذن الله. اه في المشمش. ما تقولش كده، انت عاوزها تنقل محل كوافير يعني؟ كوافير؟ كوافير ايه؟ طب يا جماعة نفتح الأول. استنى، احنا عاوزين مقص. يا اخي مقص ايه بس؟ خلي بالك بالراحة. طب ممكن تفهموني ايه حكاية الكوافير؟ طب يلا بس يا جماعة، يلا نفتح بس الاول. حاضر هفتح بس. ايدي يا اخويا مفيش حس خالص، لا المحطه دي شغاله ولا دي شغاله. ايه الحكايه؟ هما الاتنين سكتوا ولا ايه؟ طب لما زيكا يقفل محطته يبقى خير وبركه، والتانيه اللي هي الاصل ما بتشتغلش ليه؟ مفيش كاميرا؟ وايه يعني؟ لو كان عندهم عزيمه كانوا شغلوها، ينزلوا اغاني، العاب، احاديث صامته، اي حاجه بس يسلموا كده بسهوله. لا اسمع يا جدع، انت نعم ما تقدرش توصل لغايه محطه فلافيلو؟ تعرف لنا هيذيعوا امتى؟ لا ما اقدرش. محطه ايه دي؟ باين عليك مش من هنا. طب شفتوا البوسطجي؟ لا بوسطجي مين؟ طب اتوكل على الله يا اخوي، مع السلامه. ما تمشي. لا ده انت عايز العصايه بقى، العصايه يا ولد. معقوله لازم اخد صوره للحدث الهام ده؟ انا مش مصدق نفسي. انا بقى مصدق، وهنرجع المحطه تاني، وهنرجع المحطه. انا كمان صدقت، الكاميرا الجديدة في ايدي اهي. بس دي منين؟ من صديق للمحطة. ما هو لازم نعرف ده مين ونشكره. يا ما انت كريم يا رب. لا بقى لازم ناخد صورة جماعية. سيداتي ايها الاصدقاء الاعزاء، متأسفين لانقطاع الارسال بسبب عذر فني، والآن دقيقة واحدة ويبدأ الاستعراض الكبير. لا مؤاخذة، أصل لوحدي في الاستوديو ولازم أشغل كل حاجة بنفسي. الفني اللي عندنا خرج ولم يعد.